السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعات القناة، يا رب تكونوا بألف خير وصحة وعافية. بالنسبة للأخوات اللي أول مرة يشاهدوا فيديوهات القناة، نتمنى منكم تدعمونا باشتراككم أخواتي وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد نحطوه. فيديو اليوم حبيباتي في قناة فحلات بلادي، خاص بالتعريف بالشاف القسنطيني المبدع الشاف عبد الحميد. هو يقيم بقسنطينة مختص في الحلويات التقليدية القسنطينية والحلويات التقليدية والعصرية الجزائرية، كما أنه مختص في الباتيسري. هو يقوم بتعليم الحلويات بأنواعها حتى الحلويات التونسية في عدة مراكز مختلفة في ولايات مختلفة. هو يتنقل يدير دورات كل مرة، وين في ولاية بوعريريج، بورت بوعريريج، خطأ في الدوائر المحيطة بقسنطينة، في قسنطينة في حد ذاتها، في سكيكدا، المهم هو يتنقل. جبت لكم كوكتيل من أعماله، إبداعاته من حلويات بالجوزية. الجوزية في حد ذاتها حلويات تونسية، طمينة بأنواعها، طمينة الجوز، طمينة السفرجل كما راكم تشوفوا في الحلويات خلال الفيديو، طمينة السفرجل، طمينة الفستق، طمينة اللوز إلى آخره. يعلم البقلاوة، جميع الحلويات العصرية كما قلت، الحلويات التونسية بأنواعها راكم تشوفوا فيها الحلويات ما شاء الله. راح نحط لكم رابط الفيسبوك تاعو باش اللي يحب تتواصل معه فيما يخص التسجيلات بالدورات تلقاه بسهولة. راح نلقاو الرابط كالعادة في صندوق الوصف أو مثبت في أعلى التعليقات. هو كل مرة يدير دورة تعليمية يعلن عليها قبل ما توصل في حسابه الشخصي. إن شاء الله يا رب نكون أفدتكم اليوم بهذه الشخصية اللي نفتخر بها واللي على فخر الجزائر إبداعاته. نخليكم مع الفيديو، فرجة ممتعة، وإلى الملتقى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.